مشاهدي برنامج جولة مراسل عبر قناة التغيير الفضائية، أهلا بكم. دقائق بصراوية هذا اليوم صباحا ومساء في بساتين أبي الخصيب، حيث تختلط الطيبة والأطعمة الشهية والموسيقى. ابقوا معنا. شفتك انه جاي يتعدل، قلت لك لا ستوب توقف. نعم. اليوم شنو اكل اليوم بالتنور الطيب؟ والله اسوي لكم مدي من لندي. نعم. هي على طريقتنا، طريقه ابو الخصيب. طريقه ابو الخصيب. نعم. شنو مضمنة الطريقه؟ مضمنة مثل ما تقول الدجاج التبله من الليل. نعم. يعني تتبيلته مثل ما تقول بهارات وإلى آخر. واضحة جدا. نعم. راح نبقى احنا اليوم وياك خطوة. نعم. بخطوة. نعم. وأكيد راح تعجب المشاهد. شكرا. التتبيلة يعني الدجاج متبل من الصبح، تتبيلة مكونة من بهارات وثوم وبصل وليمون حامض وملح، بس مثل ما جاي تشوفون شلون شديناهن عمود لا يوقعن بالتنور، وتملهم كملنا ما ظل شيء، بس ان شاء الله راح ننزله بالتنور. مستمرين معكم احبتي المتابعين وبرنامج جولة مراسل، ومثل ما شاهدتوا هذه الاجواء الجميله جدا في قضاء ابو الخصيب منطقه ام النعاج، وحديثنا الان مع ابو السجاد. طبعا اكيد هسه المشاهد تعبه هو شاهد على المشاهد. شنو اللي سويته قبل لا يدخل الدجاج للتنور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بوجودكم بيننا اليوم، سعيدين بوجودكم صراحة. والله بصراحة احنا السعيدين. الله يخليك. كانت الأجواء جميلة جدا. الله يخليك أستاذ. هذا بالبداية الدجاج يتبل. تتبيلة عبارة عن بهارات وثوم وليمون وكذا، على مود تطلع الزفرة مالته، ما تبقى بيه زفرة بعد. هاي التتبيلة الشاهد، هاي من الصبح التتبيلة، هو الدجاج بالتتبيلة. إذا أردنا مثل الشوي بالليل. نعم. نتبله من الصبح. حلو. بالتتبيلة. إذا أردنا الظهر لازم نتبله قبل يوم. متواصلين معكم احبتي المتابعين بعد هذا الانغام الموسيقيه الجميله والفاصل الجميل كما شاهدتم، ونتمنى ان تكونوا بصحه جيده بعد ما تعيشون هذه الاجواء. وصلنا حاليا الى مرحله انه الكشف عن هذا الطبق. سولفت وياك ابو سجاد يعني قبل، يعني خلال هذه الساعه تقريبا ساعه او ساعه ونص. نعم ساعه ونص. ساعه ونص. قلت هذا مو مندي، شنو هي المعلومه؟ مشخل. هذا هو. نعم. الماشي عليه يعني دارج مندي. وانما. نعم. هو مشخل. طيب. والدجاج يطلقون عليه اسم المندي. يعني. اسم المندي. نعم. يعني تمن مشخل والدجاج المندي. مندي. زين. نعم. شنو يميزه عن طبق المندي اللي نشوفه بالمطاعم وبال؟ هذا يختلف عن ذاك بهواي. يعني النكهه مالته. النكهه تختلف. النكهه الطعم الطعم مالته يعني فتشي عن ذاك فرق. هواي، لان هذا التمن وين على ما ينطبخ؟ نعم. ينطبخ على الجمر. واضح. على الحراره مالت التنور ينطبخ بها. هذيك تقريبا جاهزه. ذاك جاهز يطبخ التمن وين؟ برا. ينزل بس الدجاج. وحتى لو يريد ينزل ما ينزل كميه هالقد، ينزل شيء قليل. تدري انت شوقتني على مود اضبط. تدلل هسه افتح لك اياه وتدلل. خلينا نفتحها. مستمرين معكم احبتي المتابعين، وهو راح يتم الكشف عن الطبق الخاص هذا اليوم. يمكن القول ابو سجاد ان هذا الطبق خصيباوي؟
خاص؟ طبعا اكيد يعني ما حد يتمكن. اكيد اكيد فقط. اكيد اكيد أوكي. يعني حتى هسه المحلات وكذا اللي يشتغلون نعم. بهذا الموضوع رجع هسه ان هم الخلفات او الاسطوات اللي يطبخون هم اكيد نبل خاص. نبل خاص اكيد يعني. يسموها اهالي قضاء ابو الخصيب انه راح يفرشون الصماط انه يخلون المشخل التمن والدجاج المندي. مرحبا. اسم حضرتك؟ انا محمد. يا محمد. محمد اليوم نتحدث عن الاجواء، عن الطبيعه، عن طيبه ابو الخصيب. اول شيء نشكر قناه تغيير في زيارتها في منطقتنا. والله بصراحه احنا نشكركم على هاي الاجواء اليوم، كانت اجمل حلقه. والله احنا نشرف بكم بصراحه قناتكم. طبعا احنا في ابو الخصيب تحديدا منطقه المطيحه شارع ام النعاج. طبعا الاجواء تختلف، اجواء جميله مثل ما نشوف البساتين. نعم. وخاصه يعني بالاونه الاخيره الاراضي الزراعيه قلت بسبب يعني بناء البيوت، بسبب التجريف التجريف كثره البيوت، فبقينا احنا محافظين على ارضنا على البساتين يعني ما ومحافظين كذلك عن العادات والتقاليد. احنا جينا مثلا حتى برمضان عندنا تقاليد قديمه ما لهنا مثل يعني مثل الكريعان الناس طبعا الناس نعم. الاكل اللي تبادل بين بيت تقيموها باجواء خاصه اجواء خاصه نعم. بالعيد كذلك نعم من بيت بيت كل واحد يطلع له طبق اكل ونقعد على صمات واحد حتى يصير زاد ومنع بين العوائل. هاي بتسالك محمد يعني هاي يوميه يعني هاي تكون او مثلا نهايه اسبوع يوم خميس او كذا؟ والله مثل صار اليوم اليوم اللي شفناها تجربه المندي اليوم انا ما عندي شيء نعم اجيب جماعتي واجي غدا مثلا يجون غيري وراي جو غيري يعني مو باستمرار مثلا انا عندي التزامات اكو غير يوم صديقي مثلا ما عنده شيء يجي. الاهم انه هي متميزه عن المركز ماكو ضجيج ماكو اصوات سيارات ماكو نعم هدوء وبستان دائما يكون هدوء واجواء جميله وتقاليد حلوه ومثل ما شو ما عندنا شخص غريب عمك خالك وحتى القريب اهل المدينه من يجوا هنا خذوا اطباعنا خذوا تقاليدنا تعلموا مثلنا شافوا ناس طيبه فاول ما اجوا متخوفين ماكو واحد يطب يطلع الثاني لكن من شافوا تقاليدنا واطباعنا ظلت ناس طب تطلع على ناس شافوا طيبتنا شافوا يعني التناحم بيناتنا فالحمد لله والشكر يعني ما حد اجى هنا اذا ما قال راح اجي لكم مره ثانيه واجواء يعني مثل ما تشوفها انت كل العوائل اجت يعني من المدينه سكنت ابو الخصيب يعني ارتاحت ماكو واحد قررنا نجيكم مره ثانيه نشرف فيكم باي وقت وهذا نعم. مكانكم يعني بصراحه يعني مو بس حضرتكم اي واحد نشرف بالجميع العراق من الشمال للجنوب على راسي وهذا بستانهم ويعني مثل بيتهم يعني بيتهم احنا نقول اذا ما حصلت بطوله الخليج في البصره نعم. وايضا مستعدين تستقبلون جماهير منتخبات خليجيه تقيم لهم هذه الاجواء. طبعا احنا الجماهير مدينه الرياضيه في محافظه البصره مفتوحه بيوتنا احنا سوينا حملات على التواصل الاجتماعي ذممناهم ممنوع اي شخص ذم بركبته ينزل الفندق ممنوع وذم بركبته اقول انا من خلال نعم. يعني قناتكم ذمه اي شخص من المحافظات ينزل الفندق. هاي رساله للجمهور الخليجي والمحافظات خليجي داخل العراق خارج العراق محافظات نعم. من شمال للجنوب كذلك الدول الخليج اشقائنا يجون ممنوع ينزل الفندق ضيافه مبيت شنو يردون موجود بيوتنا مفتوحه لهم مو بس الرياضه حتى يعني احنا استقبلنا مختلف الانشطه احنا استقبلنا نعم. ناس يعني من خارج يعني تصير مناسبات يعني حتى بعاشوراء مع عاشوراء جونا ناس نستقبلهم من الكويت عن طريق صفوان او من ايران نعم. نستقبل الجميع. اذا احبتي المتابعين نصل الى ختام هذه الحلقه يعني كان بامكاني انه هذه الحلقه انه كنت اتمنى لو كان بامكاني عفوا ما انهي هذه الحلقه للطيبه للاجواء الجميله للهدوء النسبي في قضاء ابو الخصيب منطقه ابو النعاج. يتجدد اللقاء معكم وان شاء الله تكون بطوله الخليج في البصره ونكرر هذه الامسيه بوجود محمد وبقيه الشباب ويعني نعيش هذه الاجواء حتى يتجدد اللقاء معكم القاكم